حتى لا يقولون قحطان مستهدف رجال الدين الشيعة. لا حبيبي، رجال الدين السنة أتعس، وأعطيكم الدليل. جيب لي الدليل ما رجال السنة الدين. الوقف السني معقولة؟ الوقف السني عنده فساد؟ لا خليكوا يا هنا، خلي يرجع لي. الوقف السني عنده فساد؟ معقولة هاي الدشاديش البيض اللي نشوفها بالوقف السني عنده فساد؟ معقولة هاي العطور الزكية مال الكعبة عندهم فساد؟ معقولة اللي ما يختسلون إلا بماي زمزم عندهم فساد؟ الوقف السني كل عمامة بيضة ناصعة عندهم فساد؟ معقولة؟ لا لا، كذابين ذولا، كذابين. بس أنا أقول لكم لا، مو كذابين، لأنه هو نفسه رئيس ديوان الوقف السني مرة طلع إيش قال؟ قال ردنا نوسع أبو حنيفة، يعني قصدي الأرض، ردنا نوسع أبو حنيفة الأرض. قالوا دفعنا مليارات، احنا الوقف السني انطينا مليارات. قالوا بعدين اكتشفنا انه الفلوس اللي دفعناها رايحين مشترين صحراء بالانبار، اطراف الانبار على حدود سوريا، مشترين صحراء هناك بفلوس التوسعة مال ابو حنيفة. زين، هذول اللي داومون بالوقف السني مو خيرهم يصلي بين يوم ويوم؟ لو انا كذاب، لا لا بالله، والسرسري مالتهم مال الوقف السني يصلي بس صلاة الجمعة قدام العالم، السرسري مو شو البوق طلع كل عد الإسلاميين، شو البوق طلع كل عد الإسلاميين. شو تقولون احنا أتباع الرسول واحنا قدوتنا النبي